الرئيس الأمريكي باراك أوباما يغتنم فرصة عشاء مع المبعوثين الصحفيين في البيت الأبيض ليسجل نقاطا ضد خصمه المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة الجمهورية الملياردير دونالد ترامب. أوباما سخر من دونالد ترامب الذي كان من بين المدعوين لمأدبة العشاء والذي يقود حملة تشكيك في مكان ولادة الرئيس الأمريكي في محاولة لخلعه عن السلطة. قولوا ما شئتم عن السيد ترامب لكنه نجح في أحداث تغيير في البيت الأبيض. ولمح أوباما بذلك إلى تصريح سابق لدونالد ترامب في أعقاب نشر البيت الأبيض الأمريكي قبل أيام شهادة ميلاد باراك حسين أوباما تؤكد أنه ولد على التراب الأمريكي في جزر هاواي. وقال ترامب بعد نشر هذه الوثيقة: لقد قمت بإنجاز أمر لا يمكن لأحد غير أن يقوم بإنجازه. دستور الولايات المتحدة الأمريكية يشترط من أي مرشح لرئاسة البلاد أن يكون أمريكي المولد. منذ أكثر من عامين يقوم التيار الأكثر تشددا داخل الحزب الجمهوري بحملة ضد رئيس أوباما من أجل التخلص منه بحجج دستورية.